سفر بدرس. عندك اطفال صغيرين؟ اقول يعني انا ولا على احفاد؟ انا عندي ابن صغير قوي يعني في اصغر واحد في الدنيا. واحفادك بقى وكده؟ احفادي في ثلاثه عندي. طب ايه اكتر يعني اكتر اسئله غريبه ومحرجه احفادك سالوها لك مثلا؟ يعني ما بشوف مثلا اي حاجه في الفيلم مثلا كده او كذا ليه جده او ده لابس كذا ليه او كذا ليه، بس بتحاول تبعده بقى عن الحاجه. هو مش سؤال، هو ممكن نقول حوار. يعني مثلا في موضوع المصروف بالذات، لما الطفل يبقى عنده 5 سنين ويجادل معاك في المصروف يقول لك ال5 جنيه اللي انت بتديها لي دي هتجيب لي ايه؟ يبقى عمليه صعبه شويه يعني. بصي هقول لك حاجه، هو انت لازم تردي، فاهمه؟ بس هتردي ايه بقى؟ بطريقه مبلوره، يعني انت مش هتشرحي له السؤال في الاول على الاخر. يعني مثلا مثال، ماشي، انت عايزه تعرفي البنت بربنا سبحانه وتعالى، فاهمه؟ مش عن طريق الصلاه بس، لا، عن طريق ان مثلا ايه، لو انت مثلا هي عند واحده صاحبتها وعجبتها حاجه صاحبتها، ان ما تمدش ايدها وتاخدها. ليه؟ مش عشان ماما بتقول ان ده عيب، بس عشان ان ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل وقت. قالت لي انا اتولدت ازاي؟ اتعاملتي ازاي معاها بقى؟ قلت لها اتولدت من بطني. بس كده؟ بس كده، مفيش حاجه تانية. هي استوعبت ولا فضلت تجادل معاكي كتير؟ لا، قالت لي يعني من بطني، قلت لها من بطني. بس كده. والله يا بشر، هو الاطفال عامة طفل مش بيبقى عنده ملوك ده، سبحان الله بتبقى حاجه جواه، تمام؟ فبالطبيعي ان هو يسال اسئله غير طبيعيه ممكن ما تجيش في دماغ الكبير ان هو يسالها، بس لازم تكون الاجابه عليها بدقه ومستوى الطفل هو فيه. كنت حامل وقالت لي مامي نونو هيجي ازاي؟ بس فقلت لها طبعا عمليه قيصري، فضل هيبقى عند ماما وهو كبيره كده، والدكتور هيطلعها من الواو ديت. هي اقتنعت بالاجابه ولا فضلت تجادل وتسال تاني؟ لا، اقتنعت، لان بعد كده شافت فيه جرح وحاجه كده، فحست ان ده صح.